السلام عليكم الخوت. في الفيديو غنشوفوا لاعبين اللي كانوا من نجوم الفرق ديالهم ومن نجوم الدوري المغربي حاليا ولاو بدون فاير. فشكون هما هاد اللاعبين؟ هادشي اللي غنعرفو في الفيديو. ما نطولش عليكم بزاف، خليني غنقول لكم نبداو. اول لاعب عندنا اللي هو المايسترو عبد الاله حافظي. حافظي واحد من افضل اللاعبين اللي دازوا في تاريخ نادي الرجاء البيضاوي. لعب مع الفايق من سنه 2011 لسنه 2022. في المده ديال 12 عام لعب 270 ماتش، ماركا فيها 50 هدف. حافظي من اللاعبين اللي من لمسه وحده يصنع لك الفايق، ويا ما فرح الجماهير الرجاويه بهذا الشيء. من ناحيه المنتخب فلعب مع المنتخب المحلي وفاز بجوج بطولات كاس افريقيا سنه 2018 وسنه 2020. حافظي حاليا في العمر ديال 32 سنه بدون فايق. ثاني لاعب عندنا اللي هو اسماعيل حداد. حداد بدا احترافيه ديالو في الدوري المغربي كانت مع حسنة اكادير اللي لعب معاهم عام واحد من سنه 2014 لسنه 2015. من بعد غير انتقال ديالو للوداد في سنه 2015 اللي لعب معاهم خمسه ديال المواسم، قدر انه يفوز معاهم بجوج القاب في الدوري المغربي، لقب في دوري ابطال افريقيا ولقب في السوبر الافريقي. لعب مع الوداد 162 مباراه سجل فيها 23 هدف. حداد من اللاعبين المحبوبين للجماهير الوداديه. من ناحيه المنتخب المغربي فاز مع المنتخب المغربي المحلي بكاس افريقيا سنه 2018. فاللاعب حاليا بعد فسخ ديالو العقد مع الوداد في نهايه الموسم لاعب حاليا بدون فايق. ثالث لاعب عندنا اللي هو المهاجم محسن ياجو. ياجو كتعتبر من اللاعبين اللي لعبوا الفريق نادي الرجاء البيضاوي والفريق نادي الوداد البيضاوي، وما نساوش كذلك الفتره الاحترافيه للاعب. فمن افضل المواسم ديال ياجو في المسيره الكرويه ديالو هي اللي كانت مع الرجاء من سنه 2017 لسنه 2019. لعب فيها 93 ماتش، ماركا فيها 53 هدف، وكذلك ما نساوش التألق ديالو في كأس العالم الأندية سنة 2013 اللي كان فيها هداف البطولة، وقدر أنه يحصل على هداف الدوري المغربي عامين متتاليين، 2018 ب 17 هدف، و 2019 ب 19 هدف. اخر محطه ديال اللاعب كانت مع زمامه. رابع لاعب عندنا اللي هو زهير المتاجي، اللي كانت البدايه ديالو في فريق نادي الوداد البيضاوي سنه 2014. كان كيتمتع بالسرعه وكلشي كان كيتوقع على انه يكون من نجوم الفريق، ولكن لما كانش عندك هذا كلشي كيمشي. ما نساوش على ان اللاعب قدم الشيء الكثير لوداد البيضاوي، بحال الفوز بلقب الدوري المغربي بأربعة مرات والفوز بدوري ابطال افريقيا سنه 2022 اللي كان من رجال النهائي، وسجل هدف تاريخي على الاهلي المصري اللي كان افضل هدف في الموسم. فاللاعب بعد الاحتراف ديالو الاخير في الدوري البحريني حاليا اصبح بدون فايق. اللاعب الخامس اللي عندنا اللي هو الحارس احمد رضا التكناوتي، اللي بدايه التالق ديالو في الدوري المغربي كانت عام 2017 بعد ما فاز مع اتحاد طنجه بالدوري المغربي واللي كان تالق في ذاك الموسم. من بعد كيجي الانتقال ديالو فريق نادي الوداد البيضاوي اللي صنع معاهم التاريخ بحال الفوز بالدوري المغربي ثلاثه مرات والفوز بدوري ابطال افريقيا سنه 2022 اللي كان فيها هو افضل حارس في المسابقه، وكذلك ما نساوش الفوز ديالو مع المنتخب المحلي بكاس افريقيا سنه 2018، وتواجد مع المنتخب المغربي في كاس العالم الاخير في قطر. فالتكناوتي كتعتبر واحد من افضل الحراس اللي دازوا في الدوري المغربي في السنوات الاخيره. قبل بدايه الموسم الحارس كيفسخ العقد ديالو مع المغرب الفاسي، فالحارس حاليا بدون فايق. فهذو الخوت تيكونوا هما افضل خمسه ديال اللاعبين حاليا اللي كانوا من نجوم الدوري المغربي ولكن حاليا بدون فايق. لو بغيتو تشوفو الثاني قولوا لي، قال لي غنقول لكم ان شاء الله.